واحد بيقول هل يوجد تباين بين الآيتين المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، والآية الثانية أن قلنا أننا لم نخطئ نضل أنفسنا. المولود من الله لا يخطئ المفروض أنه كده، المفروض أنه كده، لكن احنا بنخطئ، عشان كده بنقول له لست مستحقا ان ادعى لك ابنا. ليه لست مستحقا ان ادعى لك ابنا؟ لان المولود منك لا يخطئ وانا باخطئ.